نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات التطور ليس علم حقيقي، وبنكمل في تلخيص القسم السابع الرد على ادعاء تطور الإنسان، وناخد ملخص 85 ونكمل بعض تفاصيل مرحلة سديبة. بدأنا في الجزء السابق في مرحلة استرولوبيسكا السديبة، وعرفنا اللي هو عايزين كان يعتبروه ان هو الجد السابق للإنسان مباشرة اللي يربط ما بين القردة والإنسان، ان اتضح ان حجم مخه صغير، ده ضد التطور، اصغر من افريكانوس، يعني ده تدهور مش تطور، اذرعه طويلة زي بقية القردة مناسبة للتسلق، ده ايضا ضد التطور. بقية الصفات التشريحية ايضا اطرافه بخاصة العلوية تشبه القردة، قوية وطويلة، وده بإقرار مكتشف الحفرية نفسها، فيقول أزرع مثل القردة ورسغ بدائي اللي هو زي القردة وأصابع قصيرة وقوية ومنثنية مناسبة للتسلق. هو غالبا لا يزال يتسلق الشجر، هذا واضح جدا من أزرعه الطويلة. قدمت مراجع كتيرة على ده في الموضوع التفصيلي، فزي بعد كل ده يدعي أن هو مرحلة وسيطة للإنسان أو اللي يربط ما بين البيثيكس والإنسان، اللي الإنسان كان ظهر أوريدي بالفعل قبله بصفاته البشرية الكاملة من كبر المخ والاستقامة والطول وهكذا. أيضا يوجد تنوع في هذا الجنس من القردة، فالذكر أكبر من الأنثى زي الغوريلات، ودي صفة دايما بتبقى ظاهرة في الغوريلات حتى صغيرة الحجم. فرغم أن MH1 هو لمذكر غير بالغ، إلا أنه رغم ذلك أكبر بقليل من MH2 الأنثى البالغة. طبعا احنا عارفين ان هم مركبين من 6 افراد، ولكن anyway ده اللي بيقولوه العلماء، مع ملاحظة ان حتى اقدامه هو زي اقدام القردة بالصباع الكبير اللي هو مايل للجنب، على عكس طبعا الاقدام البشرية الطبيعية اللي اوريدي موجودة من قبله بكثير جدا. الاصابع القوية المقوسة المناسبة للتسلق، الأصابع دي ما يقدرش يستخدمها ويمسك بيها الأدوات ولا يحرك هذه الأدوات ولا يشبه البشر في ذلك، والكلام ده اتنشر في مجلة ساينس نفسها. يعني هو لا يصلح على الإطلاق أن يكون مرحلة تطور للإنسان صاحب الأدوات اللي موجود بحفرياته أدواته قبل سديبة، بل ما ينفعش يكون قريب ليه أصلا. فكيف يكون المرحلة المباشرة لتطور الإنسان وهو اللي يربط ما بين البيثيكس والإنسان وهو لسه عايش متعلق على الشجر كل صفاته بالقردة، ما يقدرش يمسك أدوات بل في صفات كثيرة يكون تدهور. أيضا القفص الصدري، القمع الشكل المطابق للقردة، أيضا حجم الجسم صغير بأزرع طويلة وقوية مناسبة للتسلق، طول الأزرع وحجمها لا يناسب المشي على القدمين، وزي ما قلت ده بيخلي الجزء العلوي بيبقى تقيل ما ينفعش للمشي على قدمين، وده كمان شرحه العلماء زي برنارد وود، قال سديبة أذرعه طويلة جدا مطابقة للقردة وهذا غير مناسب للمشي، كما توقع بعض العلماء أن يكون جد الإنسان. اتوقع أن هو يكون جد الإنسان، يبقى خلاص الأزرع بتاعته بيتبه شبه البشر ورجليه، اتضح العكس، العكس تماما. أيضا العظام المكتشفة للحوض غير كافية لإثبات المشي، بل هي أكشوالي وضحت حاجة مختلفة. فالأجزاء المكتشفة لما قرنوها في الحفرتين MH1 وMH2 ببقية عظام STS14 لقي ان هم متشابهين، ده بقرار العلماء. فبوضوح على عكس ما يدعوا، فالحوض هو مش مناسب للمشي، ده هو مناسب للتسلق او المشي على 4، مناسب للجسم اللي هو الجزء العلوي قوي يقدر يتعلق بيه في فروع الشجر، مناسب للتسلق، والسفلي يكون صغير غير مناسب للمشي على قدمين ولكن 4. اللي عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع دكتورغالي.com بعنوان تطور الإنسان الجزء 43 وتفاصيل مرحلة سديبة.